بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبتكليف من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، وعلى إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية الاثنين الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن تبرع دولة الكويت بمبلغ وقدره 30 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الإغاثية ولتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين في البلدين. وسيتم تخصيص مبلغ 15 مليون دولار أمريكي من هذا التبرع لدعم العمليات الإنسانية والإغاثية في سوريا، و15 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات وجهود الإغاثة في تركيا.